أسعد الله صباحكم بكل خير. هذا الفيديو مقدم لكم من وينزر بروكرز تاريخ 3/3/2020. محدثكم عصام اسطنبولي، نظرة على الجنيه الاسترليني مقابل الدولار. من الناحية الإخبارية على الأجندة الاقتصادية، خلال الفترة الأوروبية بدأت جلسات استماع السياسة النقدية في المملكة المتحدة التي أثرت بشكل سلبي نوعا ما على الجنيه الاسترليني لحد الآن. خلال اليوم سيكون هنالك أيضا اجتماع لدول السبعة الكبار لبحث المستجدات على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمور التي طرأت مؤخرا في الأسواق العالمية. أما من الناحية التقنية، نلاحظ حاليا التداولات السلبية على الجنيه الاسترليني مقابل الدولار وتداولات أقل من مستوى 27.70، الأمر الذي يرجح وصول الأسعار مجددا إلى مستويات 27.34. في حال كسر مستوى 27.23 فإن ذلك أيضا يعزز النظرة السلبية للوصول إلى مستويات 26.88. لا تتغير النظرة السلبية إلى نظرة إيجابية إلا في حال تداولات أعلى مستوى 27.85، الأمر الذي يعزز فرص وصول الأسعار إلى مستويات 28.17، وفي حال كسر مستوى 28.28 فإن ذلك أيضا يعزز النظرة الإيجابية للوصول إلى مستويات 28.65. كان معكم عصام اسطنبولي في التحليل اليومي للأسواق من وينزور بروكرز. شكرا لحسن المتابعة.